قرار منع غير المتلقين للقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية، واللي واضح طبعا بدء النهاردة تطبيق، والتطبيق ليس فيه أي استثناءات، بدليل في ناس هيتكلموا قابلناهم، ناس طبعا في الجهات الحكومية بيشوف الأول الكارت الحاصل على اللقاح، اللي معاه كارت بيتفضل سواء كارت أو على تليفونه صورة منه بيشوف طبعا، لو معهوش ما بيدخلش المصلحة الحكومية والجهة الحكومية. طبعا المسؤولين النهاردة في كافة الجهات الوزارات بدأوا التطبيق الحقيقي، رغم أنه في ناس جايين من الوزارات بيشتكوا، ولكن هو التطبيق مفهوش أي استثناءات لأي أحد. نتابع هذا التقرير مع الزميل شمس الدين العربي. لا يسمح بالعبور من هذا الباب الذي يقع من خلفي والمؤدي مباشرة إلى أروقة أحد الهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة، سوى الأشخاص الذين يحملون بحوزتهم كارت متابعة كورونا، وذلك تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي ينص على حظر دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى الجهات والمصالح الحكومية، والتي شرعت الدولة بالفعل في تطبيقها اعتبارا من اليوم حفاظا على حياة المواطنين وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات كورونا. للتعرف على آليات تطبيق هذا القانون تابعونا في سياق التقرير التالي. لا أنا ما كانش عندي أي فكرة، لأن أنا كنت حاطة الكارت على طول في الشنطة، لما سمعت إن هو بعد كده هيبقى بقرارات وكده فقعدت حاطاه في الشنطة حوالي شهر، ما بقيت ادخل عادي، فلحد النهارده بقى فوجئت ان هو لازم يبقى موجود. اعتبارا ما كنتش اعرف بقى ان هو اعتبارا من النهارده. قالوا لي مش هتدخلي الا لما يكون معاكي الكارت، وعشان انت مش عارفه فاحنا ممكن نطلبه على الواتس، فانا اتصلت بابني يحطوا لي على الواتس. ده اجراءات نازله، والحكومه اعلنت قبل كده من فتره ان هو لازم يبقى اي مصلحه حكوميه التعامل معاها يبقى من خلال الكارت. ومدوها هم تقريبا قبل كده، لان كانت 15/11 مدوها لواحد 12، وطبعا لازم الناس تلتزم بالتعليمات علشان سلامتنا احنا كمان. ممنوع دخول اي مصلحه حكوميه الا بكارت اللقاح، ده قرار تقريبا ماشي ساير من النهارده يعني، ومفروض الناس كلها تتعامل بهذا الاسلوب عشان خاطر وقايه للناس والشعب يعني. جيت اخش قاموا منعونا عشان لقاح كورونا ده، عشان انا مش معايا بتاع الكارت بتاع الكورونا. انا داخل الوزاره اخلص مصلحه جوه، ليا طلب جوه، همشي بشهاده التطعيم معايا؟ ينفع الكلام ده؟ ماشي، ما هو افرض مش موجوده دلوقتي، ما فيش حد موجود يبعتها لي، الحل يبقى ايه؟ ارجع انا تاني يا بيه؟ ما ينفعش، ما ينفعش. انا جاي من مشوار بعيد مثلا، ارجع تاني ما فيش حد يبعتها لي على الواتس. طبعا، علشان ان انا يعرف يتاكد ان انا اتطعمت ووريته الكارت اهو، تمام، وما مشيتش ما دخلتش الا بالبطاقه والتزام في على البوابه. ممنوع طبعا؟ لا، ممنوع منعا باتا، واللي مش مطعم حتى لو له مصلحه ما بيخشهاش. طب انت رايك في القرار ده؟ القرار ده صائب وقرار صح الصح، بس يا ريت يتطبق في المدارس وفي جميع المصالح. انا من محافظه المنوفيه من سرسليان، وجيت امبارح العصر مدا عليا هنا، بس ما كانش معايا الفيزا كارت، رجعوني عشان نجيبها، جبتها. لما هم هيعملوا كده كانوا المفروض حطهم في الاول، قالوا اللي يبتدي من بكره 1/12 يكون جايب الكارت بتاع التطعيم. قال لي لا يمكن، ارجع تاني المنوفيه اعمل ايه؟ ما تفرض ان انا مريضه وما خدتهاش من اصله ولا اي حاجه، طب ما يقضيني طلبه. الكارت في البيت ومحدش في البيت، كلك في امتحانات الميد ترم. عايز تطبق القرار والقرار يمشي صح، والله ابعت ناس الشركات والناس تطعم، انا بالتالي غصب عني هطعم لاني موجود في الشركه، اللي تمنعني من دخول المصالح الحكوميه، وانا مثلا واحد ما عنديش رصيد اجازات، هديك مثل ليا برضو هخصص الموضوع مش هعممه، ما عنديش رصيد اجازات، مش عارف اروح، الاماكن اللي اروحها زحمه جدا وليله جدا، ما فيش وقت ان انا ما خدتوش. لا طبعا ما خدتوش. والله دي حاجه كويسه، يعني حاجه كويسه ان احنا المصالح الحكوميه بتاعتنا وكل المؤسسات بتاعتنا ان
حاجه جميله للشعب المصري كله انه يكون متطعم. احنا عارفين احنا في جائحه عالميه دلوقتي تجتاح العالم كله، ولها متحورات جديده كل يوم بتظهر، فاحنا دي حاجه من اجل حمايه الناس، حمايه العاملين في المؤسسات، حمايه الموظفين اللي موجودين في كل الجهات، حمايه الشعب نفسه، حمايه الناس نفسها، لان احنا بنتعامل باوراق، بنمسك اوراق، بنسلم على بعض، بنتعامل مع بعض، بنقرب من بعض، تمام. فده كله ده معرض الانسان لو كان مصاب ولا حاجه، فان العدوى للاخرين. ونتمنى من ربنا ان احنا ربنا يحمي الشعب المصري كله.